هنبتدي ناخد أسئلتكم المباركة، ويبتدي أول سؤال مع أم مالك. أم مالك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتكم بخير، وحضرتك بخير وسعادة ورضا من الرحمن يا رب يا رب العالمين. معلش يا شيخ، هو أنا ليا سؤال صغير. اتفضلي. هي والدتي توفت من سنة أو سنة ونص، رحمها الله، الله يرحمها يا رب ويجزيها يا رب، هي وأمات المسلمين يا رب العالمين. هي للأسف كانت مقصرة في صلاتها. طيب. ودايما دايما كنت أقول يا رب يهديها وتقوم بالصلاة وهكذا، لكن للأسف بسبب تعبها ومرضها كانت طول يوم وممكن ما تقدرش بقية اليوم. طيب. في دايما بسأل ربنا يا رب عايز أعرف مكان أمي عندك يا رب. لا يا رب عايز أعرف مكانتها عندك إيه. طيب ده سؤالك. فكنت بحلم دايما بيها في الأحلام، دائما جاية وسعيدة ومبسوطة وتقول الحمد لله الحمد لله أنا ما متش، أو لا يا ماما أنت كويسة تقولي أنا ما متش، أنا قاعدة ما بينكم ووصيكم وما فيش أي حاجة. طيب. ودائما الأحلام ليا وإخواتي وجميع ما حواليا بهذا الطريقة. فأنت مش فاهمة، أنا فاهمك بقى. يا ريت يا ريت والله أفهمك. بص يا ستي، إن شاء الله والدتك تكون عافية عنها. بس اوعوا الناس اللي بيترصدوا يقولوا ان الراجل بيقول هيعفى عن تارك الصلاه، مش يعني لا، هي والدتك كانت بتعمل الكلام ده للاسف يعني عن جهل، فالله سبحانه وتعالى عملها باحسانه سبحانه وتعالى. ما هو في الاخر خالص احنا هنعمل الاعمال وربنا هو اللي هيتصرف فيها. فلذلك انت العباده التي بينك وبين الله الان فيما يتعلق بوالدتك هو حسن الظن بالله إنه عفى وغفر ورحم، ولعل الرؤى اللي انتوا بتشوفوها دي تكون من عاجل بشراها. يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى انتوا كل الحكاية بس تشيلوا من دماغكم حاجة واحدة بس، إن ربنا هيستفرد بيها. لا، ربنا حسنوا ظنكم في الله. يبقى إيه اللي حاصل؟ إن شاء الله هذه الرؤى اللي أنتوا بتشوفوها لوالدتكم تكون من البشرى بأن الله عفى وصفح وغفر، لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير، ولعل الله عملها بطيبة قلبها، وإن هي كانت بتعمل الكلام ده في كتير من الأحيين لجهلها بأحكام المرض، وجهلها بأحكام الوضوء في المرض، أو جهلها بأحكام الصلاة إزاي وهي مريضة، فكانت شايفة إن المعاناة اللي عندها صحيح الأحكام دي ما تغيبش على ناس عايشين في ديار الإسلام وكده، وهي المفروض كانت تسأل وهي المفروض كانت تتعلم، بس ربنا كريم وربنا لطيف وربنا ودود وربنا رحيم، الله لطيف بعباده. يبقى إيه اللي حاصل؟ إن شاء الله تكون من عاجل بشرى المؤمن دي، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها المغفرة والمثوبة الحسنة ويتوب عليها. آمين يا رب العالمين.